السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع طويل جدا من البثات، حبيت ان في ظل الاحداث الجارية وفي ظل الاخبار اللي احنا بنسمعها على طول وبنشوفها على طول، حبينا ان احنا نطلع معاكم كده نجدد الخير معاكم ونوريكم اللي حضراتكم بتعملوه وايه اللي انتوا بتقدموه لربنا، شكله عمل ازاي ووصل لفين وايه اللي حصل لجنة الخير. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، النخل حاجة محترمة جدا. وطبعا بدأنا كنا احنا دلوقتي في المرحلة الاولى يا جماعة، وهوري حضراتكم دلوقتي المرحلة الثانية. المرحلة الاولى دي بسم الله ما شاء الله القدرة الاستيعابية بتاعتها بالمشتل اللي قدام حضراتكم ده، وهوري حضراتكم دلوقتي المشتل باللي مزروع قدام حضراتكم على الارض ده. بسم الله ما شاء الله القوة النخل اللي موجودة دلوقتي اكتر من 683 نخلة موجودة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بتبرعات الاهالي واهل الخير على ان تكون هذا النخيل صدقه جاريه على ارواح موتى الاهالي اهل الخير، سواء اذا كان مسلمين او مسيحيين. قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله النخل، يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش نخله قالت لا، يعني بامانه بسم الله ما شاء الله. اهو القلوب الجديده بدات تطلع، اهي ما شاء الله القلوب الجديده بدات تطلع من النخل، وحاجة محترمة جدا بسم الله ما شاء الله. قدام حضراتكم جنة الخير، الله أكبر ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا دلوقتي بصدد المرحلة الأولى يا جماعة، المرحلة الثانية جاية. اللي هناك طبعا دعم عبد الناصر الراجل المحترم اللي طبعا شايل على كتافه الجنة من أول ما بدأت، وطبعا كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي ساهمت. يعني عبارة عن فرق كتيرة جدا 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 محترمة بصراحة، الله يعني بصراحة أشهد الله إن الفرق دي كلها ناس عملت بجد وإخلاص عشان الخير ده يتم. إحنا دلوقتي بصدد حاجتين كده بنعملهم في الفترة دي في المرحلة الأولى. المرحلة دي عم عبد الناصر طبعا بيرش طبعا النترات على النخل عشان خاطر في زرع طبعا موجود. عم عبد الناصر طبعا واخد كافة الإجراءات الاحترازية حبيبي تمام. ومش بس وكده، لا ده احنا بنعمل كمان حماية للنخل من السموم. بتعمل ايه يا عم عبد الناصر؟ ده حماية للنخل بالبيف اللي هو البوص، عشان نحمي النخل من أشعة الشمس. الله أكبر الله أكبر، ربنا يا رب يضلل عليك يوم القيامة يا عم عبد الناصر. يا رب نتمنى من الناس كلها تيجي تنورنا كده يا دكتور هنا وتيجي تقف معانا. باشا هقول لك على حاجة يا عم عبد الناصر، عايز أقول لك على حاجة جميلة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيستخدم الناس ما بيقول لفلان أنت اعمل ده وأنت اعمل ده، دي حاجه بتاعت ربنا يا عم عبد الناصر، لا ننتظره من احد ان يجي يساعدك او يجي يشارك معاك. يعني بسم الله ما شاء الله الخير اللي انت زارعه على ايدك ده، بسم الله ما شاء الله كل الخير ده. كنت انت محتاج حد؟ لا لا، ربنا سبحانه وتعالى مديك ومد الفريق كله الصحه والعافيه ما شاء الله. اعمل ده يا عم عبد الناصر. ده 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 تمام. ما شاء الله، ده على فكره ده بقاله كده شهرين كده يا عم عبد الناصر. صح، القلب الجديد اهو طلع. لا حلو. القلب الجديد بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر الله اكبر. طبعا زارعين طبعا بطيخ، وبطيخ طبعا يعني مش واخد فرصته يعني لسه بقى. تمام. الذره عشان تضلل على النخل دوت. ما شاء الله طبعا استخدمنا الجريد اللي موجود دوا، الجريد ده استخدمناه طبعا، ده اللي هو بيترمي على المقابر بعد لما بينشف بنجمعه وبنغطي به النخل ما شاء الله طبعا ولا حول ولا قوه الا بالله. النخل ما فيش نخله قالت لا، يعني اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم بارك اللهم بارك، عشان النوايا صادقه جدا 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 مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هطلع بكم دلوقتي على المشتل ده، طبعا لسه المرحله الثانيه اللي قدام ده لسه، يعني بس عشان ما اطولش على حضراتكم في البث انا حبيت بس اخدكم كده زياره كده تفقديه. ما شاء الله كده بدا الكنتالوب بيطلع اهو، حلو قوي 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 قوي، ممتاز ممتاز. نطلع بقى نشوف المشتل يا جماعه. المشتل ده قوته يعني تغطي بسم الله ما شاء الله مساحات كبيره جدا. تمام، قدام حضراتكم ده المشتل اهو ما شاء الله.
طبعا الناس هتسال تقول الله هو في نشفان ليه؟ لازم ينشف، لازم ينشف عشان يطلع القلوب الجديده. وبسم الله ما شاء الله الله اكبر، بدات القلوب الجديده اهي تطلع وتخضر وتطلع. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، اهو ما شاء الله، اهو القلب الجديد اهو بدا ايه ما شاء الله. لا يعني حاجه كده ما شاء الله اهو. طبعا ده المشتل، المشتل بتاعت الناس اللي كانت بتجيب النخل اللي متبرعه بيه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نشكر الناس اللي طبعا يعني جت وعملت وساهمت وعدلت المشتل وما شاء الله كل النخل ده ناجح باذن الله. ايوه يا عم عبد الناصر، شكرا لعيله سلمى طبعا وعيله الغريب، ربنا يجازيهم خير. وعائله مين تاني يا عم عبد الناصر؟ وعائله آلة كلاني يا عم، خلاص ماشي. عم عبد الناصر كلاني ده من الناس اللي يحبوا الخير جدا. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كل النخل ده ما يغركمش ان هو ناشف، ده البستين اللي من بره بس هم اللي ناشفين، لكن لو مسكت اي نخل، اي نخله لو مسكت عليها حتى الصغيره، سبحان الله بصوا يعني اهو بدا بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. فكل ده هيضرب، كل ده هيعدي اهو. ادي القلوب الجديده اهي، اهي القلوب الجديده اهي، اهي القلب الجديد اهو، اهو القلب الجديد اهو ما شاء الله. الله اكبر 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 الله اكبر. دي الحاجات يا جماعه اللي تفرح. ده طبعا الكنتالوب اهو، الله اكبر، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هبرضو اوريكم دي طبعا محطة المايه اللي قدام مننا دي، تمام؟ هنستقبل منها السيربلس او الفايص اللي هيطلع فيه الخزان ده. شايفين الخزان ده اتحفر اهو قدام حضراتكم. الحفر ده طبعا هيتبطن، القوة الاستيعابية بتاعته طبعا كبيرة جدا للمية. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنستقبل الفايص بتاع مية الغسيل اللي من المحطة، بنستقبله طبعا على الخزان دوا، بنعمل منه انجكشن على الشبكة. ادي الشبكة اهي قدام حضراتكم اهي، ادي الشبكة، الشبكة اهي قدام حضراتكم. هيتحط هنا في ماتور، هيتحط هنا هيعمل انجكشن على طول في الشبكة، يسحب معايا على طول واحنا ماشيين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني نخل حتى يعني ايه ده ايه ده ايه ده، عدنا انتوا في الاخبار اللي ما يعلم بها الا ربنا، وده ينقل اشاعات وده ينقل. قلنا لا، لازم نعرف الناس ان الخير بسم الله ما شاء الله يعني موجود في البلاد وفي العباد، وان الناس كتير جدا على فكره بيجوا بعد التراويح، بيجوا هنا وبيبداوا ان هم يمسكوا الخوص دوا الجريد دوا، ويبداوا يعملوا ديستريبيوتد على النباتات بقى، ويبقى حاجه عظمه على عظمه. شكرا لكل القائمين، شكرا لعم عبد الناصر كلاني، شكرا لابراهيم بارز، شكرا لابراهيم بكر، ايمن بكر، كل اله الغريب، مين تاني عم عبد الناصر؟ عائلات قلت وانا سلمى، تمام. قال الناس كلها حلفاني، قالت لي يا دكتور احمد ما تجيبش اسمائنا ولا كده، بس بس عشان خاطر يبقى اللي متحمل الوزر ده عم عبد الناصر يعني. شكرا لحضراتكم يا جماعه، ربنا يا رب يجازي كل الناس الخير، وان شاء الله باذن الله اللايف الجاي هاخدكم على المرحله الثانيه، المرحله الثانيه اللي هي اللي هناك دي، المرحلة التانية اللي هي اللي هناك، بصوا اللي هناك اللي انا لسه يعني كده. فلا بجد بسم الله ما شاء الله الخير ده يا جماعة هيكون صدقة جارية على مقابر المسلمين، وربنا يا رب يكرم اهل الخير. بالمناسبة يا جماعة كانت في تفاحة، في حد كده جايبها تفاحة، حد جايبها يعني عقلة ميتة وقال أنا عايز أزرعها وتطلع كده لله. هوريك والله سبحان الله يا جماعه، بص تفاحه والله والله، ولا كانت لبيها ولا عليها، وشجره كده اتزرعت والله طلعت، والله طلعت سبحان الله. يعني مفيش حاجه هنا بسم الله ما شاء الله الا لما يعني اهي اوريها لحضراتكم، يعني حاجه كده ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بص تفاحه اهي، يا رب بقى صاحبها بقى ايه ما شاء الله، ربنا يجازيك خير والله. يعني حاجه كده محترمه، دي المصليه اللي احنا هنشتغل فيها المرحله الثانيه، المرحله الثالثه اللي هي بعد المصليه دي لحد الشجر اللي هناك ده
كل ده باذن الله هيتزرع ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب اجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من ساهم فيه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. الغرض من البث عشان اهل الخير يبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. لا احنا يا جماعه ده الخير، وده تبرعاتكم، ودي دنيتكم، وده مجهودكم، ودي اموالكم ان شاء الله باذن الله محروسه بعين ربنا وبايد ربنا سبحانه وتعالى وسبحان مسبب الاسباب في خلقه. جزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم بخير. يا ريت تنشروا الفيديو دوت، اللي بينشره ربنا يأجره بقدر نيته لنشره. لو انت بنيتك ان انت تنشر البهجه والسعاده والخير والامل للناس، ربنا ان شاء الله باذن الله هيديك اللي على اجر وعلى قد نيتك في هذا النشر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله.